مرحبا فيكم حبايبي برج التور واللي تعبان تعبان كتير 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 برج التور الله يكون بعونكم عم بتكون صعبة على على أغلب برج الثور فخلينا نشوف هذا الشهر شو ممكن خبرنا طاقتك كيف راح تكون اه طاقتك راح تكون آه شوية عم عم بتحاول إنك تركز على العاطفة هربا من خلينا نقول شوية مشاكل شوية أمور عم بشوفك انت الربحان او انت اللي معك زمام الامور اللي يعني شايفك انت اللي عم تعمل كنترول على العلاقة عم ببين عندي هون في شخصين اللي هو انت والطرف الثاني شايفيتكم وانتو صغار وانتو كبار فهذا كرت مثل زواج للمخطوبين زواج ممكن للمرتبطين كمان أو بوادر أو أخبار عن موضوع الارتباط من الحبيب شايف التقاء هون التقاء ما بين شخصين شوفوا واحد أسمر كتير وواحد أشقر كتير ممكن بعضكم بحب حدا أجنبي أو في بينه وبينه اختلافات كتيرة ولكن عم بيكون في حب كبير عم بتركز على هذا الحب بهاي الفترة يا برج الدور وانك تصلح الامور اللي خربانة خلينا نفتح بشكل عام اول شيء بعدين آه على العاطفة شوي نفتح اولا للناس اللي بيستنوا حمل للمتزوجين اللي بيستنوا حمل شايفه في بشره انه في حمل هاي الفتره حتى للناس اللي ما عم يستنوا يعني في فرصه انه يكون في حمل هاي الفتره كمان بشوف انه اللي عندهم اطفال او كذا مغلبينهم حتى مش اطفال يعني ابناء بشكل عام عم بشوف لا بتزيد عندهم الحنيه بيروقوا اكثر في منكم حدا من الاطفال كمان تبعو لكم عم بفرحك شايفتك انت كمان ممكن انه تلجا للاقارب اللي هم اكثر شيء العائله عم تلجا للعائله لحتى تساعدك بموضوع من المواضيع ممكن في العمل في المال ورح فعلا تلاقي هاي المساعده ممكن مش من العائلة كمان ممكن عم تستنى من شخص آخر ف بشوف هاي الفترة مثل أنت عم بتعيش تناقضات كبيرة برج التور يعني هون مكتوب سمر وينتر يعني عم بيكون مشاعرك جدا متقلبة هاي الفترة فما نخاف من هاي الشيء ما يعني نزود الستريس علينا نحاول إنه نطلع للاماكن الطبيعيه، نحاول انه نتنفس، نغير الموت تبعنا. عم بشوف عم تنتقل من اقصى السلبيه لاقصى الايجابيه. يمكن اول الفتره يصير عندك توترات، تعب على جميع الاصعده. ولكن بتنقلب كلياتها لاقصى الايجابيه. مع طبعا شويه غيوم، شويه مشاكل صغيره. ولكن عم بشوفك بتنتقل من مكان عمل لمكان عمل اخر اذا مش اوريدي صار يعني للناس اللي تركوا عملهم او بيفكروا كتير انهم يتركوا عملهم عم بشوفهم فعلا عم يتركوا عملهم هاي الفتره ويغيروا انا شايفه من الاوراق كلياتها التور عم بيغير كثير اشياء يعني في حياته عم بشوف سفر للناس اللي بتستنى سفر في عدد كبير من التور ممكن انه يسافر لبلاد اجنبية ممكن تكون اكثر من عربية عم بشوفك من بعد ما كنت محبوس يمكن افكارك عم بتكون مقيدة كتير انت عم بتفكر في في اتجاه واحد ما عم تغيره عم بشوفك بالعكس هاي الفترة عم بتحول هذا التفكير بتحاول تغير من تفكيرك من تركيزك على موضوع المواضيع كنت تركز هون كتير وتهتم بالتفاصيل ويعني تضيع بالتفاصيل أه لا شايفيتك فيما بعد راح يكون في مثل أه مش صحوة مثل عم تتطلع بالأمور أكثر بواقعية عم تتطلع لبعيد عم بتحاول انه تكون حياتك افضل وهي فعلا رايحه للافضل. انت كنت تفكر انه هاي التغييرات اللي كنت عم بقول عنها مفكر انه هي ضدك بس هي بالمستقبل رح تكون يعني رح تقتنع انه هاي التغييرات كان لابد منها كان يعني بصالحك مش زي ما أنت بتفكر هلا أو خلال التغييرات اللي عم بتصير في حياتك. على عكس المادة المادة عم بحسها بتزيد مع الوقت شوي 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 يعني مش مرة واحدة هذا الإشي جاي من عمل عمل يمكن عم تشتغل شغلتين بعدكم فعم يجي من واحد من العملين. عم بتشوف في في على فكرة عائق اما يكون في سفر اما في علاقة عاطفية في عائق كبير او في شخص يعني كان يعني هذا العائق عبارة عن شخص كان في شخص مستهدفكم عم بيلوث سمعتكم عم بحكي عليكم من وراكم ممكن يكون شب ممكن يكون بنت ما دخل يعني ولكن شايفك انت ماشي على كل الاحوال هذا العائق رح ينتهي او يخف اه شايفيتك عم توصل شوي شوي لمرادك للاشي اللي انت بتحلم فيه لك فترة طويلة ولكن لازم نذكر انه في عوائق انت رح تتحداها يعني في في تحديات انت من بعد هاي التحديات رح توصل اه للاشي اللي بدك اياه يعني. في موضوع عم تستناه يعني في موضوع عم تستناه لك فترة عم بتشوف النتيجة عم توضح الأمور عم شوفوا عم عم بيصير في كمان اللي هو في أسرار في حقائق في شغلات أنت كنت كتير بحيرة من إنه يعني أنا شايفة إنه في غدر من أقرب الناس إلك هذا اوريدي صار على العموم يعني على الاغلب بيكون صار اوريدي فما راح يصير بالمستقبل خلاص انت صرت تفرق بين الصالح والطالح عم تحتفظ بالناس الايجابيين اللي في حياتك وعم تودع الناس اللي يعني بيكرهوك راح تكتشف مين بيكرهك من مين بيحبك بسبب انك راح تكون في موقف ما. هذا الموقف رح يحدد لك يعني الأصدقاء زي ما بيحكوا الأصدقاء بينعرفوا أو كذا الإنسان معدنه بينعرف من المواقف فرح يصير في عندك موقف يعني لا تخافوا ما في شي بخوف ولكن هذا الموقف رح تكتشف اللي معك من اللي عليك ففي حقائق كتير عم تحصل عليها هاي الفترة وهون عم بشوف في التشالنجز اللي قلت لكم عنها شوية مشاكل شوية توترات عم بتكون في بداية الفترة ولكن في النهاية انت رح توصل للي بدك اياه فكون صبور كون انا بعرف الثور يعني بجمع بجمع بعدين بينفجر مرة واحدة فلا بقول لك هاي الفترة لا تنفجر لا كذا مشي الامور شو ما كانت مشي للناس يعني خدهم على قد عائلهم وكمل لأنه النهاية لصالحك هذا كمان ممكن يكون على صعيد عاطفي عم توصل لمرادك على الصعيد العاطفي عم تشرق الشمس على حياتك من بعد طبعا صعوبات من بعد تعب من بعد تعب نفسي حتى شايفة عندك حتى الصحة عم تتحسن. هون بشوف أكثر للناس اللي عم تدرس أو ناوية إنها تدرس، شايفة نتائج حلوة كثير كثير لبرج التور ولكن بيحتاج كثير من التركيز، الحظ ما راح يكون 100% معاكم، لذلك الرك كله أو لازم تركنوا على المجهود اللي أنتو تعطوه، يعني إذا كنتوا تعطوا مجهود 50% لازم تعطوا مجهود أو ايفورت لل للموضوع للدراسة أكثر يعني مية بالمية عم بشوفك بتحاول تغير الأمور الأمور عم تتغير ولكن بصعوبة ببطء شوي ولكن زي ما قلت لك في النهاية في في نجاح في هذا الموضوع اللي أنت عم بشوف هاي القراءة أغلبها عم بتكون عملية رح نشوف العاطفية لبرج الثور شو عاطفيا ممكن هل في تغيرات هل ما في تغيرات فخلينا نشوف اذا خلينا نشوف اذا لبرج الثور عم بشوف في عندك يعني مثل نصر او امنيه عم تتحقق من بعد اوف يعني حسينا بالياس حسيته بالياس بشكل عام بالعلاقه العاطفيه بانه الطرف الثاني ما راح يتغير ممكن تكون المشكله من عندك انت يعني القراءات العاطفيه انتوا دائما بتعرفوا انه ممكن تكون عكسيه لانه هاي قراءه عامه خليني اذكر الطاقات عم بتكون هوائيه عم تكون ترابيه وما ايه أكتر شيء تاني عم بشوف فيه امنيه بتتحقق يعني شيء مستنيينه بالعلاقه العاطفيه انه يصير وعم يتحقق فعلا عم بشوف فيه مصالحه في تطور للعلاقه بالنسبه للمتزوجين عم شوي قلنا قبل شوي بالحياه العمليه في شويه صعوبات فعم يهربوا من ضغط العمل بالمشاعر بالحب فشايفه لا بالعكس ولكن اذا كنت ذكر او انثى يعني عم بشوف الذكر هو المسيطر على الانثى اكثر وكانك وكان الانثى يعني انا مش عارفه اللي عم بيشاهدوني يعني نص هيك نص هيك فالانثى راح تكون اللي هي مش تبادر ولكن عم بتحب الذكر اكثر عم بتحب الرجل اكثر ما هو بحبها لكن في حب متبادل بين الشخصين شايفه انه حتى اللي حواليهم حتى اللي يعني عم يجمعهم شيء عم يجمعهم بيت عم يجمعهم سفر عم يجمعهم شيء يعني حيلتقوا بطريقه جديده مش زي ما تعودوا عم بشوفك يا برج الثور عم بتعمل صلوات يمكن بتخلي حتى الوالده او الوالدين عم بيدعوا لك بتخلي حدا عم يدعي لك شايفيتك عم تعطي هاي الفتره وكانك مضغوط جدا وبحاجه للفرج باقرب وقت. لذلك عم عم يعني بتزيد من الصداقات بتزيد من لانه هذا الكرت لو ما طلع مقلوب بيكون الحرص يعني الحرص على كل شيء فهي الكرت طلع مقلوب عم بتكون كريم على كل النواحي برج الدور اصلا كريم يعني بس انه عم بتكون اكثر هاي الفتره عم بتحاول كمان تزيد شوي من وكأنه ما عندك كتير كان تدين أو روحانيات عم بتحاول إنك تشتغل على هذا الموضوع كان عندك ادمان وما بعرف شو ادمان على شخص ادمان على شيء معين ممكن يعني مش مش شيء سيء ممكن ادمان على تلفزيون ممكن ادمان على انترنت عم بتحاول تعمل توازن وتطلع من هذا الادمان عم بشوفك عم تطلع من هذا الادمان كله وعم تطلع من هاي الطاقه السلبيه عم بتحاول يعني هون انك تحول طاقتك من سلبيه ايجابيه فعم بشوفها بتمشي على خير هذا أه الكارت عم بشوفه انه بما انه طلع مقلوب فالمعنى ايجابي يعني عم بتكون الملائكه يمكن الـ عم بتكون في عنايه الالهية انت بتفكر انه خطواتك متشائم انت على فكره بالفتره الماضيه لحد هلا متشائم يمكن كمان بالفتره الجاي مش كلها طبعا بدايتها تكون لسه مستمرة على التشاؤم ولكن رح تحس انه في عنايه الهيه كل ما توقع عم في ملاك عم يمسكك في يعني في اقدار يعني في امور انت عم بتحسها انها هي سيئه ولكن يعني وقعات ممكن انك توقعها ولكن عم الملائكه عم بيساعدوك انك ما ما توقع بهاي الامور كمان شايفة انه في شخص معين يمكن عم يوهمكم او يوعدكم في موضوع شايفة انه هذا الشخص كذاب مش صادق هذا الكرت بتعلق اكثر بالعمل ما بعرف ليش طلع بالعلاقة العاطفية ولكن في شخص ممكن يكون ناري ممكن يكون ناري هذا الشخص عم يوهمكم بموضوع معين ناري او مائي يعني أه هون عم بتصير ثقة ثقتك في نفسك أعلى عم بتصير أه بعرف الفترة الماضية كانت كتير سيئة حتى إنها زعزعت الثقة بينك وبين حالك مع إنه برج الدور من الناس يعني عندهم ثقة كبيرة في حالهم أه وبتميزوا كمان بالصبر يعني صبورين صبورين على الآخر إنه ضلهم يكافحوا لحد ما يوصلوا للي بدهم إياه وفعلا عم بشوفك أه عم بتقدم هاي الفترة عم بت بتقدم اكثر ما تاخذ بتقدم الشغلات الحلوه لانه هاي الفتره عم بتكون يعني الكون عم ياخذ منك اكثر ما يعطيك ولكن لما يعطيك بيعطيك بوفره فشايفيتك عم بتقدم شيء للحبيب او الحبيب عم بيقدم لك بنعرف انه القراءات العاطفيه هون ممكن تكون عكسيه عم بتكون كمان هاي الإشارة عم بتكون العلاقة بينك وبين الشريك عم بتروح لمدى بعيد مش اللي هي مؤقتة أو علاقة نزوة أو كذا في صدق بالمشاعر بينك وبين الحبيب هذا الكرت قلنا عن العمل في شخص عم يحاول يخدعك أو كذا لكن من الناحية العاطفية لا هذا الشخص أنا بشوفه أنه عم بيحبك عم بقدم لك الحب كله عم بفكر فيك في, في اليقظة عم يحلم فيك حتى في الليل ممكن أه حاطط عينه عليك اللي هو طول الوقت عم بيكون مراقبك ممكن للناس اللي مش أه للناس اللي هم عزاب ما عندهم اي حدا في حياتهم في عندهم معجب من طاقة مائية او طاقة هوائية عم يتقدم هذا الشخص خطوة للأمام عم يصرح ب ببداية علاقة جدية عم بيكون صادق شايفة كل الصدق في هذا الكرت هون شايفة في تحول في حياتك قلنا عنه قبل شوي ممكن يكون في العمل كمان هذا التحول طلع معانا كمان بالعاطفة المشاعر رح تتغير ناحيه الشريك إذا كنت مشاعرك كتير حارة وكتير منفعل كتير مشتاق كتير كذا عم تقلب للعكس والعكس صحيح إذا كان مشاعرك حاليا باردة عم بتكون كتير قاسي عم كذا عم تتغير للعكس فشايفة في هون زي انعكاس أو انقلاب في المشاعر يعني انت عندك كل هاي الفترة تقلبات بس شايفة بالاخر راح تكون كتير مبسوط زي هون راح تكون كتير مسيطر على كل الامور راح يصير في عندك استقرار في الحياة من ناحية العمل من ناحية العاطفة راح تنتصر بامر معين ولكن ما حدا راح يساعدك شوف كل الناس اللي عم بتحاول انه توعدك وكذا مش من الناحية العاطفية عم بقول بشكل عام يعني مش بس بالعاطفة كل الناس اللي عم تحاول تخدعك او كذا عم تنتصر عليهم عم بتفركشهم واحد واحد من حياتك فبالعكس شايفك انه عم بتركز اكتر على هدفك مع الوقت وعم بتكون بتحقق هذا الاشي اللي في بالك اللي ما بعرف شو هو ولكن على جميع الأصعدة في عندك نجاح وفي عندك شيء ماسكه بإيدك يعني في شيء رح تمسكه بإيدك أه شايفيتك ماسك إيد الحبيب ممكن شايفيتك ماسك مادة أكثر ولكن هون طلع عنا خمسة خمسة يعني اللي هو رح يكون في تحول زي ما قلنا رح يكون نهاية لأمور معينة في حياتك بداية جديدة في ناس كتير من برج الدور عم ببلشوا أو حي بداية جديدة على جميع الأصعدة مختلفة عن القديمة تماما وكنهم في ناس منهم عم ببلشوا من الصفر موافقين عادي أنه يبلشوا من الصفر ولكن على نجاح يعني شايفة في نجاح بهذا الموضوع الطاقات ذكرناهم عم تكون ترابية هوائية مائية ما بعرف اذا او لا بس طيب ناخذ اوراكلز لبرج التور بيقولك انه ما تفكر انه السيتويشن اللي انت هلا فيه رح يدوم طويلا بيقولك لك اصبر يعني هاي الفتره جدا مؤقته محدوده فترة التشتت الضياع اللي طاقتهم شوي ضايعة ما عم يعرفوا راسهم من رجليهم عم بلشوا بداية جديدة بقول لك انه انت على الطريق الصحيح فهاي فترة التشالنجز او التحديات رح تكون جدا محدودة وبعدين رح تبلش بداية جديدة ناخذ كمان مثلا اذا برج الثور يعني من خلال الأوراق بشكل عام بنصحك إنه ما تعصب هاي الفترة اعتبرها إنه فترة عابرة بالعكس في انتصارات كتير رح تتحقق في عدل رح يتحقق في نهاية هاي الفترة فبس نعمل كنترول شوي على مشاعرنا وكل شي رح يصير تمام حتى الناس اللي حوالينا ناخذهم على قد الهم طلع لك اتنين خلينا نشوفهم ايش هم الاثنين اه شايفيتك عم, عم بتزيد الحكمه عندك اه كنت اول شيء انفعالي او يمكن سمعت خبر اه زعلك اه شوي شوي عم تتخطى هذا الموضوع عم تتخطى كل الصعوبات وعم توصل للي بدك اياه بالاخير في عندك اللي هو فرحة احتفال يمكن تعزم حدا بمناسبة معينة شايفيتك فرحان في القمة والناس اللي كانوا يعني غيرانين